إتمار بن كفير سياسي يميني متطرف يشغل منصب وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وجه له القضاء الإسرائيلي أكثر من 50 مرة تهمة نشر الكراهية. ويدعو بن كفير منذ بدء المحادثات حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية إلى تهجير الفلسطينيين، ويتوعد بتمرير قوانين تفرض حكم الإعدام على الفلسطينيين، فضلاً عن تعهده بإحداث تدهور على أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى. وفعلا بدأ بن كفير إلى ما كان يدعو إليه، فخلال الساعات الماضية دخل إتمار بن كفير باب المغاربة مقتحما باحة المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من كل الاتصالات التي طلبت منه عدم اقتحام المسجد. بن كفير أصر على استفزاز مشاعر العالم بأجمعه حتى بدون إعلان مسبق، وذلك في تحدي للعالم ليخرج من باب السلسلة عند الساعة 7:13، بمعنى استمر هذا الاقتحام لنحو ربع ساعة تقريبا. العديد من الفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اقتحامه في مشهد أغضب الملايين، فلنشاهد البعض منها. لفت هنا مشاهدينا الكرام أن بن كفير ناشط على منصة تويتر، حيث غرد عبر حسابه على موقع تويتر يوم الأحد وصرح بعزمه على اقتحام باحة المسجد الأقصى في الأيام المقبلة، وقال: الأقصى قضية مهمة، وكما قلت أخطط للصعود إلى الحرم القدسي. وحتى بعد اقتحامه بدقائق نشر صورا له في باحة المسجد الأقصى وغرد قائلا: الحكومة الإسرائيلية التي أنا عضو فيها لن تستسلم لأي منظمة كانت، الحرم القدسي مفتوح للجميع، فدعهم يفهموا أن الزمن قد تغير، هنالك حكومة في القدس. صحيح مشاهدينا أنها ليست هي المرة الأولى التي يقتحم فيها بن كفير للمسجد الأقصى، حيث قام بذلك سابقا بصفته الشخصية ثم بصفته نائب في الكنيست، لكن هذه المرة كان بصفته وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ليثير هذا الاقتحام حالة من التنديد والإدانة وسط توقعات بتصعيد الأوضاع في فلسطين.